ماما عرفي نفسك. انا ماما نور من الثوار اللي هنا اللي تعبت. تعبت والله بتكلم وانا تعبانه وخلصانه. ملقبينك بام الثوار؟ فانا ربنا يخليك، انا بحييك وبقول لك متشكرين قوي استاذ يحيى، وكل سنه وانت طيب. انت بتتعب كتير قوي وربنا يكرمك يا رب ويجعلك ضخم للمصريين. فاحنا تاني يوم جينا هنا على اساس ان احنا تاني يوم رمضان بعد لما فكوا الاعتصام اول يوم وضربونا، وحضرتك طبعا صورت. تاني يوم انا جيت هنا فلقيت شويه ناس واقفين، طبعا كان ناس الثوار العاديين ما فيش اي قوه سياسيه، وللاسف هم بيستهفوا بينا احنا، بيتحججوا ان احنا فينا بلطجيه والكلام ده، لو ان كل الثوار مش بلطجيه. فاحنا لسه بنهتف، فشويه ولاد كده قعدوا يهتفوا على لواء، قعدوا يقولوا ابو علقه ابو علقه. فالمهم هو جاب الجيش كله وقعد يضرب فيهم، فجرهم وضربوا طلقات نار بس في الهواء، وقعدوا ايه يجروا. فانا ما رضيتش اجري، انا فضلت انام قعدت في الارض وقلت لهم انا مش هجري، انا معتصمه ومش حدش يقدر يخرجني، لا تموتوني لا تاخدوني. فالمهم بنتين برضو كده من مصر الجديده وقفوا معايا وفضلوا قاعدين معايا في الارض، فاخدوهم جوه الصينيه ومؤاخذه قلعوا بنتي منهم هدومها، يعني البلوزه بتاعتها كده جايه. انا قعدت اصرخ واقول لهم دول بناتي هاتوهم هاتوهم، فسابوهم. بنتي منهم خافت وجريت ركبت تاكسي، قالت لي دول قلعوني رفعوا لي البلوزه من منور وبهدلوني جوه الصينيه. وكل ولد كانوا بيمسكوه من الثوار او غير الثوار بس يقول لهم احنا مش هنمشي او اي حاجه كانوا بيمسكوه. كل 10 عساكر او 20 عسكري جيش كان بينزل عليه على دماغه، الدم كان بيبقى سايل في قلب الصينيه. عوروا شباب كتير قوي واخدوا ناس كتير قوي اول يوم وتاني يوم. انا عايز اعرف لحساب مين كل اللي بيحصل ده، يعني الاسيادي المشير. لو انت صاحي بتحب مصر وبتحب البلد دي وبتحب اهلها، ازاي تخلي الجيش بتاعك يضرب الثوار؟ يعني ازاي انت دلوقتي حضرتك بتمشي الثوار؟ انا عايز اعرف هي الصينيه دي فيها ايه؟ فيها كنز، فيها بتاع دوت بترول، فيها كنز حسني مبارك، فيها اسلحه زي ما بيقولوا. طب ما احنا قاعدين في قلب الميدان، لو عايزين نعتصم هنعتصم، بس احنا برضو عشان الناس ما تقولش ان احنا وقفنا المرور او وقفنا البلد او اي حاجه، بس احنا هنفضل نيجي برضو كل يوم هنفضل نيجي. وبيقول لك يا سياده المشير حضرتك لو سمحت شوف البلد رايحه لحد فين، مش هينفع انك انت تسلط الجيش على الشعب. دلوقتي بقى اكتر من نص الشعب كره الجيش، زي ما كره الشرطه كره الجيش، لان الجيش بيضرب فيهم، بيضرب فيهم بوحشيه. يا سياده المشير ما ينفعش كده، كده دي مش سياسه ولا دي حمايه بلد. انت بتحمي البلد والثوار، انت عارف الحراميه وغيرك عارفه والحكومه عارفه وكل الناس عارفه البلطجيه ممكن تمسكهم، لكن الثوار لو سمحت ما ينفعش تضرب الثوار. عشان كده مصر كرهت الجيش، كرهت الجيش، الناس الجيش، وانا من ضمنهم. انا لو عندي ولد وانت حضرتك ماسك في البلد انا مش هدخل ابني الجيش، مش هدخله عشان مش هيضرب الشعب. ما ينفعش يضرب اخواته، ما ينفعش يضرب بطنه. لو انتوا كده قوه وجميله قوي جايين النهارده، كل القوه دي جايه عشان الثوار؟ للدرجات احنا راعبينكوا؟ للدرجات عاملين لكم خوف؟ ليه؟ عشان ايه؟ ده احنا معناه سلاح وجايين فاضيين اهو، جايين نضرب بحقنا. وبقول لحضرتك يا سياده المشير ما ينفعش حضرتك اللي بيتعمله ده، زي ما حسني ربنا شاله من البلد اكيد انت لو فضلت تظلم برضه هتشال، بس مش بقوه الشعب، بقوه ربنا، وربنا ان شاء الله اقوى من اي حد. وبقول لحضرتك بص لمصر، لو انت لسه عندك ذره الحب لمصر بص لمصر اكتر من كده، وحب مصر اكتر من كده. مصر 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 يا ريت تبص لمصر. ومشكرة لحضرتك جدا، تحيا مصر، شاكرة ليك قوي.